مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة الحياة، أهلا بكم وحلقة جديدة وقصة نجاح قلناها وحنقولها كتير. الأمر مش محتاج منك غير شوية أمل وثقة وعمل، وبعدها هتقدر إنك تحقق المستحيل زي ما عملت بطلة قصتنا النهاردة اللي قدرت إن هي تدخل المسابقة، مسابقة المبدع الصغير، وتحصل عليها لعام 2023 بعد ما شاركت بلوحة عن مستقبل مصر في ظل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فيروز شريف طالبة في الثانوية العامة عندها حلم إن هي تدخل كلية الفنون التطبيقية عشان تبقى فنانة على أصوله، وتقدر إن هي تحط اسمها جنب أهم فناني مصر في هذا المجال، مجال الرسم. فيروز رسمت صورة جميلة جدا عن مستقبل مصر في ظل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وربطتهم بالحضارة الفرعونية. يلا بينا نروح نشوف ونسمع حكاية فيروز وقصة نجاحها. فيروز فنانة لها طابع خاص، رسوماتها رائعة، حلوة جدا، لكن كمان مختلفة جدا جدا. مش عارفة إذا كانت متأثرة بأفلام الرعب ولا ده طبيعة شخصية. لما هتشوفوا رسوماتها هتسألوا نفسكم نفس السؤال. دي حتى رسمت بوستر صمت الحملان من غير ما تعرف أو تتفرج على الفيلم. عرفت ده بعد ما والدها قال لها ده كأنه بالظبط The Silence of the Lamb. فيروز كمان لها سر كبير مع رقم 3. يا ترى يا فيروز حكايتك ايه؟ يلا بينا نعرف مع قصة نجاحها.